زي ما بنقول دايما لا يفتى ومالك في المدينه. بيشرفنا الكابتن ناصر عباس، ويمكن دخل بدري شويه، ولكن اكيد اخطاء التحكيم هي اللي خليته يجي بدري شويه. نورنا كابتن ناصر. تحياتي لك كابتن علي، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، وسام عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. اهلا وسهلا يا مبروك كابتن ايمن على الاداء وعلى النتيجه. النهارده لك لنادي بيراميدز، مبروك للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده استحق الفوز مش بس على المنافس ولكن على حكم المباراه. ودايما يا كابتن ايمن احنا بنيجي نتكلم على التحكيم وبنطلع بدري كده، لابد يكون في مشاكل تحكيميه. النهارده الحكم اعتقد ارتكب اخطاء فادحه جدا. حضرتك حذرت منه قبل المباراه. معانا الحالات، الخبرات مش موجوده، المعايير مش واحده، اخطاء كتيره جدا جدا. مش هتكلم كتير على الحكم، ولكن دايما بنقول الصوره لا تكذب واللقطه ابلغ من اي شيء وابلغ من كل كلام كده. لكن النهارده بقول تاني ان الاهلي النهارده فاز ضد المنافس وضد الحكم الاسباني، اللي النهارده لو النادي الاهلي النهارده تعادل او اتهزم كابتن شريف، اخطاء كتيره جدا جدا. للاسف شديد مستوى الحكم ما كانش مستوى، مش عايز اقول كمان متوسط، لا اقل من المتوسط. طيب كابتن ايمن، انا جايب حالات عشان انت تحكم والسويس يحكم وكل الناس تحكم، قبل ما اروح للحالات اللي هي المؤثره او الاخطاء الكارثيه اللي حاطس النهارده، جايب حالات بسيطه قوي في الاول ونشوف. معانا اول حاله النهارده، نشوف معيار الحكم في احتساب المخالفات. انا هنا بس مين يقول ان دي مش مخالفه ومش مخالفه وانذار؟ انا بس يا كابتن عادل خليك معايا، انا هجون خد بالك، انا بس عاوز اقول حاجه مهمه. انا هنا جايب الحاله دي، بس دي حاله واضحه جدا، الشد موجود وهنا في فرصه هجوم واعد لصالح طاهر، محمد طاهر، من لاعب بيراميدز الشيمي او الشيبي. الشيبي. وهنا الحكم لم يحتسب المخالفة ولم يشهر البطاقة الصفراء. ده خطأ أنا بعتبره يعني من اللي احنا هنشوفه بعد كده، لا ده خطأ بسيط. أنا بوريك بس يا كابتن أيمن المعايير هنا وهنا. أي. طيب يبقى هنا خطأ، متفقين إن هنا خطأ يستحق البطاقة والمخالفة، وهنا الحكم لم يشهر ولم يحتسب المخالفة. الشحات خد إنذار في لعبة، أنا من وجهة نظري لا تستحق البطاقة. تمام. طب ما تيجي نشوف اللعبه دي يا كابتن، نشوف الرجل المرفوعه في وجه حسين الشحات اللي هي لم تحتسب ايضا لحسين الشحات ولم يشهر فيها البطاقه، على الاقل البطاقه الصفر. شوف هنا رجل مرفوعه وهنا رايحه في الوجه، وخدت يعني تقريبا راحت لمست او مسحت الوجه. تعال نشوف هنا الزاويه الثانيه وزاويه ثانيه، نشوف الزاويه الثانيه كانت افضل الرؤيه. هنا هي دي، هرجع بس تمام عليك، برافو عليك. هذا الدخول يا كابتن والرجل المرفوعه ديت في الوجه، في معايير احتساب المخالفات، هل من المعقول ان دي ما تحسبش مخالفه؟ لا ده هو شايف كمان، بص زاويه الرؤيه. لا كابتن النهارده الحكم هو ما شافش حاجه. لا كابتن الحكم النهارده، يعني انا بقول النهارده النادي الاهلي انقذ الحكم بامانه مش مجامله من الاخطاء الكارثيه. ادي تاني مخالفه، انا بس بوريك معيار الحكم في احتساب المخالفه. اذا انا النهارده انا بقول الحكم ما كانش عنده معايير. لعبتين ورا بعض، ادي المخالفه الثانيه لم تحتسب. واذا نشوف ان هنا اقل شيء يجب انك انت تشهر فيه البطاقه الصفراء وتحسب مخالفه على حدود منطقه جزاء المنافس. طيب احنا قلنا دايما بنقول الفوت ان فوت يا كابتن ايمن، الفوت ان فوت، وهنا هو ما لم يحتسب. تعال نشوف بقى محمد عبد المنعم، بص الدوسه في ركله جزاء هنا، شوف هنا بس اقف ركله جزاء فوت ان فوت، الرجل فوق القدم، بتيجي هنا كتير وبنحللها وبنقول المخالفه موجوده والتهور. هنا في ركله جزاء في دقيقه 46 لم تحتسب لعبد المنعم. للاسف تفاصيلها مش عنده. ولكن اين الفار؟ اين الفار؟ السؤال، لو المدافع ارتكب مع المهاجم هذه الحاله. او العكس. نشوف هنا لاعب تسعه، لاعب بيراميدز، هنا نرجع تاني نشوف، هنا القدم فوق القدم والدهس موجود. ولكن القرار، بص الحكم فين يا كابتن؟ حكم النهارده واقف ما بيتحركش يا كابتن ايمن، حكم تفاصيله قليله جدا. بس التفاصيل الصغيره دي يا كابتن لو هو ما شافهاش في الملعب الفار يجيبه. كابتن ده حالات كتير، ده انت هتشوف. بص يا كابتن هنا عامله ازاي الزاويه، باينه هنا، تعال نشوف، شوف الزاويه دي هنا. يبقى انا متفقين
ركله جزاء لم تحتسب لاعبنا واضحه وضوح الشمس. هنا مشط القدم على مشط القدم والدهس واضح. اوكي؟ دي حاله. نروح على بعد كده. هنا امام عاشور، وخلي بالك من امام عاشور وشوف حاجتين اتنين يا كابتن قبل ما اشوف اللعبه هنا. شوف الايد من فوق والركبه من تحت. نشوف الايد من فوق والركبه من تحت. الراجل داخل ومعاه كورته ونجح في ان هو يعدي. ونشوف هنا اللاعب هنا رقم اربعه هنا بس ده احمد سامي. بس يا كابتن دي زاويه بتقول في ايد من فوق، تمام يا كابتن؟ تمام. نمشي ادي شد. طيب من تحت في قدم ولا مفيش قدم؟ هنشوف اللي جايه دي. في قدمين الركبه. هنشوف الركبه. نشوف الركبه نمشي اهي. بس ركبه في الركبه. يبقى انا عندي مخالفه من فوق بالايد. يعني هل هذا معقول؟ ركله جزاء بروحين. ايوه. بالايد من فوق لو ما حسبتش تحسب من تحت. ولا حسب هنا ولا حسب هنا والفار ما جابش الحكم. يبقى انا عندي النهارده ركلتين جزاء للنادي الاهلي لم يحتسبوا في هذه المباراه. برضك النادي الاهلي النهارده فوز النادي الاهلي النهارده غطى على الاخطاء التحكيميه الفادحه. تعال نروح للحاجه اللي جايه. اتفضل. ماشي اتفضل. لا مستني. يبقى هنا ركله جزاء مع عاشور، الايد الشد موجود او الدفع موجود والقدم في القدم. اللعبه دي يا جماعه عاوز بس نقف عندها شويه، وده هدف بيراميدز الهدف الثاني. فجري لاكاي. هنيجي لحظه. فجري لاكاي كان في موقف تسلل امام الشناوي. لا ده بيشرب. كابتن عادل انت كنت مهاجم؟ طيب هذا اللاعب اللي هو في موقف تسلل اللي هم قدام الشناوي، تمام؟ لا لا واحده واحده من فضلك لو سمحت. معلش سامحني عشان نوضح ليه هنا في مخالفه. هنا ده موجود في موقف تسلل ولا لا يا كابتن ايمن؟ كابتن عادل موجود ولا لا؟ تمام. حلو. اللاعب دوت في عرف التسلل. مظبوط. اذا هنا تداخل، ومعنى التداخل ايه هو؟ اللي هو تواجد تاثير على حارس المرمى. بالظبط. منع حارس المرمى من القدره على اللعب. تداخل في اللعب، يا اما يلعب يا يلمس. تداخل مع نفسه، يا اما ياثر على قدره المنافس او يحجب الكره عن المنافس. وهنا نشوف هو عمل ايه. شوف الطلوع. بس خلينا الشناوي كابتن، هذا اللاعب اللي في موقف تسلل هنا تداخل في اللعب او تداخل مع المنافس، اسف، وهنا بيقول هنا كان يجب في التاثير، كان يجب على الفار ايضا هذا الهدف تتم مراجعته، لان ده هدف تسلل. هنا المهاجم في موقف تسلل ثم تداخل مع المنافس بايه؟ بانه اثر على قدره المنافس على اللعب. تاني يا كابتن نجيب الشناوي هنا. هنا الشناوي ثبت ليه؟ نشوف هنا تثبت ازاي. لا الراجل ده في موقف تسلل راح ثم طلع وبس. هذه الحركه كابتن تعمل ايه؟ تعمل تاثر على قدره المنافس. دي فين يا كابتن دي؟ عشان بس نعرف الناس يا جماعه، دي في الستة ياردة. تفرق لو التاثير ده من بره منطقه الستة ياردة، ولكن هنا في الستة ياردة تاثير على المنافس هدف. وجهه نظري هدف كان لابد ان الفار يراجع. بس برضه ده الفار برضه لازم يراجع. لازم يجيب الحكم، الحكم هو اللي يقول بقى هل اللاعب اثر ولا ما اثرش. ولكن هنا الحكم احتسب الحاله بعد كده. نشوف هنا طبعا ركله جزاء هنا اللي جايه، وهنا حسين هنا رايح في موقف سليم. بس ماشي كابتن، ركله جزاء واضحه وهو خد قرار فيها، ما فيش فيها كلام. تمام. وتمام. يمكن ده القرار الوحيد. ممكن تبقى حاله تفصيليه نفصلها اكتر بالنسبه للمشاهدين يا كابتن، عشان طلع علينا احد الخبراء. احد الخبراء اللي بيتكلم على طول يعني بس ضد النادي الاهلي، وقال لك ان ركله جزاء النادي الاهلي غير صحيحه. طيب كابتن، هي الكره فين؟ الكره مع مين؟ حسين الشحات. ثم مين اللي لعب الكره اللي هو خدها لبره؟ أه؟ انا هنا اللاعب هنا بص زي واحد. هذا الدخول اللي هو بتهور او باهمال، والتاكلنج اللي معمول ده، هل انت بنفس القدره وانت جاي من المسافه وبتعمل تاكلنج هتاخد الكره؟ بنسبه 90% مش هتاخد الكره. هتاخدها. ولكن هنا ايه؟ خطا باهمال واضح جدا. ركله جزاء لامام عاشور لحسين شحات 100%. محدش يقول لي النهارده ان المهاجم حط رجليه، لا الكلام ده يا كابتن في البدايه. هنا في تاكلنج جاي من المسافه. بص يا كابتن، هنا الرجل ما لعبتش الكوره يا كابتن. هنا اللاعب لم ينجح في لعب الكوره اطلاقا يا كابتن ايمن. وبالتالي هنا مع التاكلنج اللي اتعمل خد الرجل الثابته لحسين الشحات، ركله جزاء صحيح، مفيش فيها كلام. تمام. اللي بعد كده اللعبه دي يا كابتن لعبه صعبه جدا. كابتن عادل، كابتن بلال، كابتن اسامه، من فضلك بس انا عاوز بس المهاجم لحظه
اللحظه الاولى بس، هل هو رجع من التسلل ولا لا؟ ايوه دي مهمه دي. بص يا كابتن ارجع تاني، هرجع تاني هنا كابتن، هنا رجع الصوره سنه كمان هنا يعني. هنا الكاميرا قطع، خلي بالك هنا الكاميرا قطع كابتن على اللعبه وما جابش اللاعب وهو راجع من التسلل، خلي بالك. تاني بنقول ان هذا اللاعب كان راجع من التسلل، انما انا النهارده كحكم او جبت اللعبه لحظه ايه؟ لحظه ما هو صحح من موقفه او ولحظه اللمسه. انا عاوز اقول ايه؟ ان الراجل كان جاي من التسلل. هي لعبه صعبه والخطوط ما بينتش الكره ديت، ولكن بنقول ايه؟ بجمله الاخطاء هدف مشكوك فيه نتيجه ان التسلل. انا من وجهه نظري ان اللاعب ده كان راجع وما صححش موقفه الا لما لحظه اللعب. بشكل عام يا كابتن بجد اضعف حكم جه، اضعف حكم كمستوى ادار هذه القمه اللي كان عنده اخطاء كتيره جدا جدا. هدف لبيراميدز الهدف الثاني هدف تسلل نتيجه التداخل مع نفسه بالتاثير. ركله جزاء لم تحتسب لمحمد عبد النعيم، ركله جزاء لم تحتسب ل امام. اخطاء زي ما قلت لعبه طاهر، لعبه الشحات، مفيش قرارات. عندي والله يا كابتن ايمن انا عندي حالات كثيره جدا ايوه مش عارف المها ومش عارفين نشتغل عليها. احنا جبنا ابرز الحالات التحكيميه. لا يا جماعه لما نجيب حكم، معلش احنا بنجيب حكم من النخبه. كابتن ده حكم في القايمه 24، يعني ده لسه بقاله سنه في القايمه. فين خبراته؟ لم يدير اي مباراه في دوري ابطال، لم يدير اي مباراه في دوري اوروبي، ما طلعش خالص. ده ضر حاجه لريال مدريد وبرشلونه؟ نعم حكم لبرشلونه وريال مدريد؟ هو ادار كابتن السوبر، نصف السوبر اللي هو سوبر اسبانيا ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. يا ريت تتفرج عليها يا كابتن. المباراه دي يا كابتن شريف اخطاء كانت كارثيه في هذه المباراه، ولكن بنقول الراجل دوت اولا لم يدير اي مباراه جماعه في الدوري الاوروبي او في دوري الابطال خالص. كل مباراته كانت موجوده في الدوري الاسباني. لا الحكم لابد احنا بنجيب حكام يا كابتن ليه؟ نجيب حكام من النخبه عشان حتى لو احنا عندنا قدره نقدر نعلم حكامنا. نعلمهم مظبوط. نعلمهم الراجل ده يبقى يجي مدرسه ثانيه نشوفها. تمام. يبقى عنده حاجات جديده. ولكن النهارده بقول ثاني ان الاهلي النهارده فاز بمجهوده على الرغم ان الحكم لم يكن موفق في كثير من القرارات. شكرا جزيلا كابتن ناصر، والف مبروك للنادي الاهلي دايما. شكرا كابتن.